الزمالك بيكسب الاسماعيلي في قمه بدون تفويت 1-0 النهارده يا جماعه بهدف احمد السيد زيزو من ركله جزاء صحيحه 100% يا جماعه. من الاخر كده الزمالك فايق، الزمالك دايس، الزمالك قطره ما بيقفش، الزمالك مركز، الزمالك عينه على البطولات هذا الموسم، الزمالك معاه مدير فني قوي جدا اسمه البروف. من الاخر كده ادي يا جدي البروف رافع شعار ادي يا جدي والزمالك مش هيهدي والبطل فيكوا يعدي. هو ده الزمالك النهارده يا جماعه. غير كده كمان مش النهارده، الزمالك هذا الموسم يا جماعه يعني بسم الله ما شاء الله، يعني اللهم لا حسد على راجل اهلاوي، وبقول بسم الله ما شاء الله عشان لو حصل له اي تعثر ما يقولش ان انا اللي حسدته بقى والكلام ده. لا يا جماعه الزمالك بسم الله ما شاء الله يعني دايس، الزمالك هو اللي عايز بامانه، اللعيبه هي اللي عايزه، اللعيبه يعني بسم الله ما شاء الله ادائهم في في مستواهم عالي جدا من ماتش الاخر، من ماتش الاخر يعني اتفرج على احمد السيد زيزو بقى تريد مارك في مصر والدوري المصري وفي كاس مصر معروفه كده كده هيجي بيلن للزمالك وبيبقى بيلن صحيح 100% ومعروفه كده كده مش محتاج احمد السيد زيزو يشوطها، بالعكس من الاخر كده اول ما يجي بيلن للزمالك الفرقه الثانيه تسنطر على طول عشان احمد السيد زيزو بقى تريد مارك يا جماعه. من الاخر كده هشوطها في اليمين، هشوطها في الشمال، هتيجي احمد السيد زيزو الله اكبر عليه يا جماعه مركز جدا جدا الفتره دي وبنسبه 70 او 80% هو من قوه الزمالك يا جماعه. احمد السيد زيزو بنسبه 70 80% قوه الزمالك فيه هو يا جماعه بجد والله، يعني لعيب فايق واحسن لعيب في مصر الفتره دي والموسم ده بامانه بكل امانه، وبيوصل للمساهمه التهديفيه هذا الموسم ل 35 في الكاس وفي الدوري يا جماعه. احمد السيد زيزو الموسم ده بيقدم موسم اعجازي بامانه، بامانه احمد السيد زيزو يستحق كل كلمه اشاده ويستحق يعني انه يكون ليه دور اساسي في منتخب مصر بكل امانه هذه الفتره والفترات المقبله. احمد السيد زيزو يا جماعه مش محتاجين يعني مش محتاج انه يتعظم فيه او مش محتاج يتشيد بيه عشان احمد السيد زيزو بامانه بيقدم موسم عالمي، والزمالك والاهلاوي قبل الزملكاوي شايف وبيديله حقه ان الراجل مموت نفسه هذا الموسم في الدوري المصري وفي كاس مصر وهو اللي شايل الزمالك بكل امانه يا جماعه. وننتقل لمدير فني كبير اسمه البروف بامانه يا جماعه بامانه، جيزفالدو فيريرا عامل الموسم ده اعجازي مع الزمالك، يعني فترات كده ما كانش فيه يعني فترات كده مقفوله للزمالك والصفقات ومفيش صفقات واللعيبه بتمشي ولا الموضوع كبير جدا في نادي الزمالك، وانه يعمل كل ده ويطلع لعيبه شباب ويلاعبهم ويغامر بيهم، لا بجد ده مدير فني كبير، محدش يعمل كده غير مدير فني كبير، ومدير فني من الاخر كده عنده قلب وعنده شخصيه، محدش هيغامر انه لاعب شباب في الدوري المصري وخصوصا قدام النادي الاهلي قدام بيراميدز قدام الانديه الثقيله دي وكمان النهارده الاسماعيلي والمصري وي 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 ويكسب وياخد اللي عايزه من اللقاء غير مدير فني كبير ومدير فني عارف هو بيعمل ايه. جيزفالدو فيريرا يا جماعه الموسم ده بجد والله موسم اعجازي، موسم اعجازي بجد والله، يعني شابوه لجيزفالدو فيريرا، شابوه لشيكابالا انه لمم الفرقه مع امير مرتضى منصور، شابوه لامير مرتضى منصور، شابوه لسياده المستشار مرتضى منصور انه لما رجع قدر يلم اللعيبه من تاني، وهي دي الروح يا جماعه. الزمالك بيكسب بالروح، الزمالك ما بيكسبش كوره يا جماعه، لا الزمالك قبل الكوره اسمع مني، الزمالك قبل الكوره بيكسب بروح وانه متجمع وان الفرقه كلها على قلب واحد. النهارده مثلا مشارك حازم امام كلنا على قلب واحد، الماتش اللي قبليه مشارك المسلوسي كلنا على قلب واحد، الماتش اللي قبليه سيد نيمار كلنا على قلب واحد، الناحيه الثانيه النهارده عبد الله جمعه بيشارك كلنا على قلب واحد، نزل فتوح والماتش اللي فات كان فتوح كلنا على قلب واحد. الزمالك يا جماعه كل لعيبته رجاله، الزمالك كل لعيبته شايله بعض، الزمالك كل لعيبته حبه الخير لبعض، الزمالك وحط تحت كلمه حبه الخير لبعض مليون خط. النهارده سيف الدين الجزيري بيلعب طلع الشوط الثاني ونزل سيف فاروق جعفر او اسامه نبيه ابن اسامه نبيه، يعني الموضوع كله الله اكبر يا جماعه بجد والله، يعني اللعيبه كلها هي اللي عايزه تقدم نفسها للجمهور، اللعيبه كلها هي اللي عايزه تجيب البطولات للجمهور، اللعيبه نفسها هي اللي بتأدي وهي اللي هي اللي بتلعب وعينيها على البطولات، كلمه عينيها على البطولات دي يا جماعه مش قليله خالص خالص خالص، بالعكس النهارده رجوع كمان امام عاشور يا جماعه رمانه نص الملعب، رمانه الميزان بامانه، الواد بياخد الكره من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا جراي الواد، يعني ابو ثلاث رئات زي ما بيقولوا، الله اكبر عليه، بيروح هنا بيروح هنا بيروح هنا بيروح هنا بيروح ما بيتعبش. غير كده كمان احلى حاجه فيه بتلاقيه متواجد في ال 18 على طول وقدام ال 18 لما الكره ترتد بيبقى شويت مدفعجي بامانه، نص الملعب
بيفكرني كده بحسني عبد ربه بجد والله. كابتن حسني عبد ربه بتلاقيه كده يا اما في ال 18 في الكورنرات او بيبقى متاخر كده على نقطه ال 18 عشان الكره لما ترتد بيشوط. هو ده امام عاشور. استمر يا امام استمر، انت مستقبل منتخب مصر في الحته دي وهو مش مكانك، ورغم ذلك زيك زي اكرم توفيق. اكرم توفيق يعني مستقبل منتخب مصر في الباك رايت وهو مش باك رايت. فانتوا الاماكن اللي انتوا بتتواجدوا فيها بتكونوا رجاله وبتكونوا على قدر المسؤوليه. استمروا على الاداء ده، ما تزهقوش، بالعكس انتوا مؤدين اداء قوي جدا ومخلي جماهير الاهلي وجماهير الزمالك بتشيد باكرم توفيق وبتشيد ب امام عاشور. استمروا وملكوش دعوه باي حاجه، استمروا، ده اللي احنا عايزينه. انتوا بجد مستقبل منتخب مصر بامانه بامانه. النهارده بيغيب الونش بيلعب، يعني اي حد بيكون متواجد في الزمالك يا جماعه بيأدي بامانه بكل امانه. اي حد بيكون متواجد ما بيهموش اي حد. انا النهارده غياب الونش عادي مش مهم، العب اي لعب يا فلان، العب يا علان، العب يا كذا، العب يا كذا، ما بيهموش ما بيهموش اي حد. النهارده غياب ابو جبل العب يا عواد، غياب يا ابو جبل العب يا نديم الصغير، العب يا اي حد، ما بيهموش يا جماعه. لا لا بجد الونش غاب، عبد الغني موجود، ابو جبل غاب، عواد موجود، فتوح غاب، عبد الله جمعه موجود، حازم امام غاب، سيد نيمار موجود، امام عاشور غاب، في امام في رؤى. يعني الزمالك يا جماعه الموسم ده مقدم موسم عالمي بجد والله يا جماعه. الزمالك الموسم ده اتعلم حاجه جديده وهي سياسه الفوز بمن حضر. من الاخر الزمالك بيمر بحلقه اهلاويه، الزمالك باي حد موجود هكسب، يعني هكسب الزمالك باي حد. هتهاجم، هتدافع، هتعمل اي حاجه، هسيب لك الكوره برضو، هاخد اللي انا عايزه من المباراه وهي الثلاث نقط او اقصائك لو كان كاس، او اقصائك، او يعني من الاخر كده هودعك البطوله وانا اللي هصعد على حسابك وانا اللي هاخد البطاقه واتاهل. ولكن لو كان دوري هاخد منك الثلاث نقط، يعني هاخد منك الثلاث نقط. عايز الكوره، عايز الاستحواذ، اتفضل. انا مش عايز الكوره، انا اهم حاجه ان 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 الماتش يخلص بالثلاث نقط معايا في جيبي من الاخر. وهي دي روح الزمالك هذا الموسم بامانه يا جماعه، روح عاليه جدا 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 جدا. والف مبروك لسياده المستشار في المقام الاول، عشان هو اللي جمع اللعيبه هو وامير مرتضى منصور بعد لما ال 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 الفترة اللي فاتت لما تم حل مجلس الإدارة وبعد كده رجعوا من تاني، يعني القضية خلاص خلصت ورجعوا من تاني مسكوا الزمالك. كانت الفترة دي يا جماعة كانت فترة سيئة جدا لما اتحل مجلس مرتضى منصور، لكن لما رجع تاني قدروا ان هم يلموا اللعيبة من تاني بمساعدة الكابيتانو الساحر اسطورة نادي الزمالك كابتن محمود عبد الرازق شيكابالا، وهو اللي مساعدهم يا جماعة. كابتن يعني بره وجوه الملعب وبره الملعب ليه ادوار كتيرة جدا اكتر من جوه الملعب يا جماعة. شيكابالا هو اللي لم الفرقة بكل امانة، شيكابالا هو اللي عامل حلقة كبيرة جدا في هذا الموسم في نادي الزمالك وفي اوضة اللبس يا جماعة. هو اللي مجمع اللعيبة ومخليهم قلبهم على قلب بعض، اللي يلعب زي اللي ما يلعبش، ومنه هو شخصيا هو ما بيلعبش عادي، قاعد على الدكه بيسقف لكل اللعيبه، بيشجع كل اللعيبه، حتى اللعيبه الشباب بيكون في ظهرهم لما بيسخن، وحتى لو ما نزلش بكل احترام احنا حاجات يعني ما كانتش في شيكابالا، لكن شيكابالا لما بيكبر بيتعلم اكتر واكتر واكتر يا جماعه. والنهارده الزمالك بيفوز على الاسماعيلي وبيقصيه من كاس مصر بهدف احمد السيد زيزو من ركله جزاء صحيحه 100%، واي حد يقول غير كده ما بيفهمش يا جماعه. الزمالك يا جماعه حتى لو بيجي له ضربات جزاء مشكوك فيها، بس يعني من الاخر كده يا جماعه اللي يقول لك الشك بيبقى في صالح المهاجم. يعني ايه الشك بيبقى في صالح المهاجم؟ يعني لو انت شاكك في ضربه جزاء احسبها لصالح المهاجم. من الاخر كده يا جماعه، ودي كانت نهايه حلقتنا. كان معكم ابراهيم سمكه من قناه ابراهيم سمكه على اليوتيوب. يعني بطلب من كل الناس اي حد جديد بيشوفنا يا ريت لايك شير سبسكرايب للقناه لو اول مره تتفرج علينا، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.